قولي بقى اشتريت لنا ايه معاك؟ وانا لازم اشتري حاجة وانا جاي؟ ما تهمدي بقى يا اصراف. احنا مش اتفقنا ان انا بعد ما اتعافيت هنساعد بعض ونبطل استهلاك؟ انتي مش وعدتيني انك هتيجي معايا جلسات العلاج؟ علاج؟ بتقول علاج يا حسين؟ بعد ايه؟ ما خلاص خلاص انا الشرة تمكن مني. ده مش شرة، ده جرب يا امي. الحق نفسك انت يا حسين وسيبني في اللي انا فيه. ليه بس كده؟ ما انت كنت في رمضان تحت السيطرة. ايه اللي وداكي حواري بوخارست؟ ده طريقي، ده طريقي. لا ده طريق شيرين عبد الوهاب. معقوله؟